يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، في أول حديث لي إليكم من مدينة عدن، مدينة كل اليمنيين، بعد خروجي من صنعاء، فإنني أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام إلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم المكافح والصابر في كل شبر من يمن الحبيب، يمن المحبة والأخاء، على صبركم وتجلدكم وموقفكم الشجاع الرافض للمآمرة الانقلابية على الشرعية الدستورية الذي عبرتم عنه من خلال الزيارات والمسيرات والاحتجاجات السلمية في التي عمت شوارع العاصمة صنعاء ومحافظ الدمار وأبة ومارب والجوف وتعز والبيضة والحديدة وغيرها من المناطق الوطن الحبيب، والوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والوحدة والأمن والاستقرار. تحية لكل أبناء شعبنا اليمني أينما وجدوا، في هذا في الخارج أو الداخل، في الوديان والجبال والسهول، نساء ورجالا وشبابا وشابات، على تلك المواقف الوطنية الشجاعة، فرغم كل معاناتكم إلا أنكم كنتم صامدين صادقين، يحدوكم الأمل في قدا أفضل بعيدا عن الدمار ورفضا للإنقلاب وماليشياته. يا أبناء شعبنا اليمن العظيم، لقد قادرت صنعاء الحبيبة عاصمة الجمهورية اليمنية ورمز شموخها مكرها بعد أن سيطرت الماليشيات الحوثية المسلحة عليها، هاجمت وحاصرت منزلي واستهدفته، فكانت حصارا لكل اليمنيين، معلنة بذلك انقلابا عسكريا مكتمل الأركان. بعد التنصل عن كافة التفاهمات السياسية من مختلف الأطراف، ولقد كان رفضكم لذلك الحصار والانقلاب ووقوفكم صفا واحدا رافضا للحرب الأهلية والاقتتال الداخلي محفزا لي للاستمرار في القيام بمهامي وقيادة السفينة إلى إنجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وصولا إلى إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدة زمنية محددة، حتى يتمكن شعبنا اليمني العظيم من تجاوز آلامه وجراحه، سعيا إلى بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد، دولة الشراكة الوطنية التي لا تستثني أحدا بعيدا عن الإقصاء والاستئثار والهيمنة واستخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية على حساب مقدرات الشعب ومصالحه العليا، وهي المهمة التاريخية ومفصلية ينبغي أن نعمل جميعا على تحقيقها. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، إن انتقالنا إلى عدن ليس كما يروج له الإنقلابيون وحلفائهم بأن ذلك سيكون إيذانا بالانفصال، وهو ما سبق وأن روجوا له حتى قبل الاستقالة وقبل الخروج إلى عدن، بأن انتقالنا إلى عدن باعتبارها العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد وجعلها عاصمة مؤقتة، إنما هو الدفاع عن حق المؤسسات والهيئات الشرعية التي أوكلت إليها مسؤولية استكمال مهام المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وخلق ظروفا مستقرة وآمنة تمكن تلك المؤسسات الشرعية من ممارسة مهامها في تسيير أمور الدولة والمجتمع
بصورة طبيعية خدمة لأبناء شعبنا في كل المحافظات. أيها الشعب اليمني الكريم، أنني أشعر بحجم المعاناة والقلق لدى الجميع، وأشعر بمقدار صبركم وتحملكم ورغبتكم في الاستقرار والنماء والبناء ومقادرة دوامات الصراع والعنف. وأدرك كذلك أنه من واجبي كرئيس للجمهورية أن أعمل على تحقيق تطلعاتكم المشروعة في المستقبل مشرق ومستقر تسودها المحبة والتعاون وينعم أبناءه بخيراته. ومن هنا فواجبي أن أعمل على لم الشمل ودعوة كافة القوى والمكونات السياسية بما في ذلك منفذي الانقلاب على الشرعية الدستورية إلى الاتفاق على ما يحقق تطلعات أبناء شعبنا وتجنيبه ويلات الاقتتال والحروب، وامتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. إني أدعو كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والشابات إلى العمل على الالتزام بما اتفق عليه اليمنيون جميعا من اتفاقات، وهي المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والعمل بصدق على الالتزام بتلك المرجعيات التي وافقت عليها كافة المكونات السياسية، ووضع برنامج زمني محدد وواضح لتنفيذها تحقيقا لرغبات شعبنا اليمني في الديمقراطية والوحدة والأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي، لأن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى كارثة اقتصادية وأمنية. ستفقد المواطن قدرته على العيش والبقاء، ومسؤولية الجميع تقتضي النهوض بهذه المهمة أمام الله وأمام شعبنا وأمتنا. يا أبناء شعبنا في الجنوب، هنا لا بد أن أشير لقضية الجنوبية التي أخذت حيزا كبيرا في مؤتمر الحوار الوطني، وكانت مفتاح حل كل القضايا اليمنية، وكانت حاضرة بقوة بكل تفاصيلها وأبعادها في مؤتمر الحوار الوطني بدعم ومساندة وتفاعل كل القوى السياسية في الشمال قبل الجنوب، حيث شارك فيه ممثلي الجنوب بفعالية كبيرة ونقلوا كل تفاصيل القضية وأبعادها. وكان أبرز ما جاء في مخرجات الحوار وضع معالجات حقيقية لكافة مضامينها، وكذلك إعادة صياغة أسس الوحدة وبناء الدولة على أسس الدولة الاتحادية التي تعتبر خطوة هامة في كسر المركزية الدولة، وخطوة متقدمة على طريق تحقيق الشراكة لكل محافظات اليمن. يا أبناء شعبنا المرابط والصابر، إن استمراري في أداء مهامي كرئيس للبلاد ليست شبثا بالسلطة كما يدعي البعض، ولكن ذلك يأتي في أطار مسؤولياتي الدستورية في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار بلادي، والعمل على نزع الفرقة ونبذ العنف، والوقوف ضد الدعوات الطائفية والجهوية والمذهبية، والعمل على الحفاظ على الوضع الاقتصادي من الانهيار بسبب الممارسات إلا مسؤولة التي قامت وتقوم بها ماليشيات الحوثية المسلحة. وعليها فإنني أؤكد على ما يلي: 1- انسحاب كافة العناصر المسلحة واللجان المفروضة من قبل الماليشيات المسلحة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. 2- سحب كافة العناصر المسلحة من العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الأخرى. 3- إعادة كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة المنهوبة والمستولى عليها من المعسكرات
ووحدات القوات المسلحة والأمن إلى المؤسسة العسكرية. 4. العمل على تنفيذ مقدرات مجلس الأمن الدولي. العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة، والعودة عن كافة الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر. 5. البدء الفوري بتنفيذ المرجعيات الخاصة بخارطة طريقة العملية السياسية المتمثلة بما تبقى من مستحقات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني التي اتفق عليها كافة المكونات أثناء الحوار الوطني، وأيدتها الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والأمم المتحدة، ووضع تزمين واضح لها أن تنفيذ كل ما ذكر أعلاه يخلق بيئة مناسبة للعودة للأمور إلى مجاريها واستئناف العملية السياسية التي انحرفت عن مسارها، كما يمهد الطريق للعودة إلى الحكومة إلى تنفيذ أعمالها التي لا تنهار مؤسسات الدولة وانهيار اقتصادها. يا أبناء شعبنا اليمني الكريم، أنني أدين وبشدة وأبى أشد العبارات التفجيرات الأرهابية الشنيعة التي استهدفت مسجدي بدر والحشوش في صنعاء يوم أمس الجمعة، والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا. وبهذه المصاب الجلل أتقدم ببالغ الأسى وصادق العزاء والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل. أن مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الآثمة ومن يقف وراءهم قد تجردوا عن كل القيم الأخلاقية والإنسانية، ولا تربطهم بديننا الإسلامي الحنيف وتعاليمه ومبادئه السمحاء وكل الأديان السماوية أي صلة. أن تلك الأعمال الوحشية والإرهابية مدانة من كافة أبناء الشعب، وسينبقي في العمل المتواصل لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. ولا شك أنكم تابعتم ما حدث في عدن يوم الخميس الماضي، والذي يعد استمرارا لعملية الانقلاب العسكري التي بدأته في صنعاء وقادها في عدن المتمرد عبد الحافظ السقاف، ومن وراءه من الماليشيات الحوثية المسلحة، والتي هدفت للانقلاب على الشرعية واستهدفت مطار عدن الدولي ومبنى المحافظة وأماكن أخرى، وأحدثت حالة من القلق لدى أبناء عدن، وهو الأمر الذي استدعى قيام وحدات القوات المسلحة ومساندة اللجان الشعبية لها بواجبها في التصدي لتلك المؤامرة وأحباطها، وعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة عدن ومطارها وكافة مؤسساتها. أما قيام الطائرات بقارات جوية على منطقة المعاشيق فهذا عدوان همجي أرعن لماليشيات مسلحة انقلابية يقف الشعب اليمني بكل قواه ومكوناته سدا منيعا أمامه. ولن تثنينا تلك الممارسات المجنونة وإلا مسؤولة عن تحملنا المسؤولية حتى نوصل البلاد إلى بر الأمان، ويرتفع علم الجمهورية اليمنية على جبل مران في صعدة بدلا عن العلم الأيراني، لأنني أؤمن أن التجربة الأيرانية الأثنى عشرية التي تم الاتفاق عليها بين الحوثي ومن يساندها لن يقبلها الشعب اليمني زيدي وشافعي. الشعب اليمني يؤمن بالأمن والاستقرار والوحدة والمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، وكفى مقالطات الشعب اليمني يا عبد الملك الحوثي، أنت هو الذي يخططوا لك وهم يعرفون أنفسهم.
يا أبناء شعبنا اليمني الصابر، أنني أدعوكم جميعا إلى استلهام الحكمة اليمنية في هذه المرحلة العصيبة، وأن تكونوا يدا واحدة في مواجهة العابثين بأمن واستقرار ووحدة بلادنا. وندعوكم إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والحفاظ على وحدتكم الوطنية بعيدا عن الدعوات الطائفية والمناطقية والمذهبية. كما أدعو كل المكونات السياسية إلى الاستشعار خطورة المرحلة والابتعاد عن الحسابات والنظرات الحزبية القاصرة والمشاركة بفاعلية في الحوار الذي دعينا له في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض للخروج بحلول تجنب اليمن الانزلاق إلى سمح الله إلى التشظي والانقسام والعنف، والعمل على تصحيح مسار العملية السياسية وعودتها إلى الطريق الصحيح. وسأكون كما كنت دائما خلال مؤتمر الحوار مسؤولا على الجميع رغم كل الظروف والمعاناة، ولكن ذلك قدري ومسؤوليتي نحو الشعب اليمني العظيم الذي سأمنحه كل ما أستطيع من تضحية، فقد منحني الثقة وأنا سأمنحه حياتي وقدري. وبهذه المناسبة أوجه التحية الصادقة إلى كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن البواسل درع اليمن الحصين وعضدها المتين، وأدعوهم إلى التمسك بالشرعية الدستورية وبالواجب العسكري والتلاحم والتفاني والانضباط والجاهزية، فأنتم جيش الوطن الأمين وصمام أمان وحدتها الوطنية، وأن مسؤوليتكم اليوم تتجلى في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة في كل ربوع الوطن، وتنفيذ تعليمات قيادتكم الشرعية. كما أدعوكم إلى التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية، والالتفاف حول المبادئ بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية والولاءات الشخصية. فالقوات المسلحة والأمن حزب الوطن الكبير، ولن نسمح مطلقا بتغيير المؤسسة الأمنية والعسكرية لتلبية نزوات شخصية أو جهوية أو طائفية، وأعدكم بالعمل على ما استطعت على إصلاح مواطن الخلل في كافة المؤسسات، وفي ما قدمت ذلك مؤسستي الجيش والأمن لبناء مؤسسة وطنية. وأخيرا لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لدول مجلس التعاون الخليجي كافة، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز على الدعم والمساندة للشعب اليمني سياسيا واقتصاديا وأمنيا في مختلف المراحل وكافة الظروف. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الدول الراعية للمبادرة الخليجية والمجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته على دعمهم السياسي والاقتصادي لبلادنا، كما هو الشكر موصول إلى كافة الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا، التي تقف إلى جانب الشعب اليمني في محنته. ولن ننسى أبناء الشعب من وقف ولن ينسى أبناء الشعب من وقف ومعه وسانده، ونرقب من الجميع مواصلة دعمهم وعدم التخلي عن اليمن في هذه الظروف العصيبة. وأتطلع على اليوم القريب بإذن الله للعودة إلى العاصمة صنعاء العزيزة على نفسي لممارسة مهامي بعد أن تزول كافة الأسباب التي أدت إلى تركها، سائلا المولى أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير شعبنا ووطننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هذه كلمة الرئيس اليمني عبد الرب منصور، هذه